الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينكسه العفو، هب لنا ما لا ينكسه، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين 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 يا رب العالمين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. ووصلنا في رحلتنا القرآنية المباركة بفضل الله عز وجل إلى صفحة رقم 371، وهذه الآيات الكريمة هي تتمة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ومناجاته لله جل وعلا، مناجاته لله تبارك وتعالى. وفيها كذلك أنه لا قيمة إلا لمن كان ذا قلب سليم يأتي به إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. صاحب القلب السليم هذا هو الناجي يوم القيامة. وفيها كذلك في هذه الآية الكريمة الفصل بين المؤمن والكافر، المؤمنون إلى الجنة والمجرمون إلى السعير حيث التحسر والندم. وفيها كذلك بداية قصة سيدنا نوح عليه السلام، وكيف أنه دعا قومهم إلى تقوى الله تبارك وتعالى، وكيف واجه قومه يعني هذه الدعوة تجاه سيدنا إبراهيم عليه السلام، استكبروا وأنكروا اتباع البسطاء لسيدنا نوح عليه السلام. تبدأ الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن أثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ونسب يعني الخير كل الخير إلى الله تبارك وتعالى عندما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسكين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه، لأن الإنسان إنما يصيبه بالمرض بسبب سيئات عمله، بسبب ذنوبك وسيئاتك تصاب بالمرض أو تصاب بأي ابتلاء معين. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوب. ثم قال: والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل هذا اسمه دعاء ثناء على الله عز وجل. ثم طلب من الله تبارك وتعالى دعاء طلب، فقال: رب هب لي حكم، يعني الفقه في دين الله جل وعلا، وألحقني بالصالحين، وأن يحشر في زمرة الصالحين. وما أجملها من دعوة إذا دعا بها المؤمن، أن يحشر في زمرة الصالحين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعدي. وبالفعل استجاب الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك أننا نثني على سيدنا إبراهيم إلى الآن دايما له الذكر الحسن والثناء الجميل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذا شأن كل مؤمن تقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة له الذكر الحسن إلى يوم الدين.
ما زلنا بنذكر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، لول إيه؟ الذكر الحسن، ربنا جعل له لسان صدق إيه في الآخرين، بنستمع لشرحه لتفسير الله عز وجل، تفسير كلام ربنا تبارك وتعالى، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام النسائي، كلها الإمام الترمذي، كل الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، كل هؤلاء العلماء الجهابذة ما زلنا بنذكر إيه سيرتهم إلى الآن. فربنا سبحانه وتعالى جعل لهم لسان صدق إيه في الآخرين، بخلاف بقى لو واحد كان عايش في عصر هؤلاء وكان مثلا من الأثرياء، كان من أصحاب المال، في حد بيذكره الآن بكلمة واحدة؟ مين اللي هيذكره؟ أنا أذكره بإيه؟ إلا إذا كان تقدم إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح، نقول فلان ده هو كان من أهل الخير رحمة الله عليه، توفى مثلا في السنة الفلانية، ممكن من 100 سنة، بس بنذكره عشان هو ترك عمل خير فيه نفع ليه فيه نفع للمسلمين. يبقى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها المؤمنون، وأسكنني فيها، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. يعني طلب المغفرة لأبيه لأنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك. دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين أنه من أصحاب الجحيم، فلما تبين له ذلك تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، ربنا نهاه عن ذلك، ولم يدعو له بعد أن بين الله تبارك وتعالى إيه له ذلك. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني يا رب لا تفضحني بالعذاب يوم البعث ويوم الفضيحة، في هذا اليوم الذي يفضح فيه الجميع، كل واحد كان بيعمل عمل وتستر به على الناس ومات ولم يتوب أو لم يتقبل الله عز وجل توبته، يفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يا رب سلم يا رب. يوم لا ينفع مال ولا بنون، في هذا اليوم لا ينفع فيه مال جمعه الإنسان في دنياه، ولا بنون كان ينتصر بهم، خلاص فيش مال هينفع في اليوم ده، ولا في ايه بنون، لان المال والبنون ايه بعدها ايه زينة ايه زينة الحياة الدنيا. طب ايه اللي باقي وهينفع الإنسان يوم القيامة؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، بنقرأها كل جمعة في سورة الكهف، وما زال برضو مسكين في الدنيا كده، وما احناش عايزين ايه نسيب، وتلاقي الإنسان ما يسيبش الدنيا ألا ما هي اللي ايه تسيب، تلفظه بقى خلاص، انتهى أجلك، انتهى عمرك خلاص. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني إلا من جاء الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب، فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب هذا القلب السليم، اللهم أمين يا رب. وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، تحس كده أن المؤمنين ربنا تبارك وتعالى سلمهم يوم القيامة تسليما تاما من الأهوال ومن العذاب ومن المشقة. يعني يوم القيامة ده هيكون طوله قد إيه؟ كان مقداره 50,000 سنة، لكن هذا اليوم هيكون شق على الكافر ولا على المؤمن؟ شق على الكافر، إنما المؤمن يتنعم في هذا اليوم، والله تبارك وتعالى ما كان ليؤذي أبدا في هذا اليوم أو يتحمل أي مشقة يعني إيه في هذا اليوم. ولذلك الجنة حتى لدرجة أنه مش هيتعب عشان يروح الجنة، لا ده الجنة تقرب لإيه لهؤلاء. وأزلفت يعني قربت، شفت كده أنت لما تكون مثلا إيه في واحد مثلا أحيانا كده وإحنا قاعدين وأنت عايز تدي الواحد مثلا مكافأة معينة، بتقول له لا اللي زيك ما يتعبش خليك مكانك، وتجري كده عليه عشان تدي له المكافأة بتاعته وقاعد مكانه، يعني عشان أنت إنسان مثلا إيه تستحق هذه المكافأة لك عمل خير أو الكلام ده، فأنا مناش عايز أتعبك وتيجي لحدي، فبذهب أنا لحد بيتك عشان أديك الإيه المكافأة، ده بنعمله فيما ما بيننا يعني، ولله عز وجل المثل الأعلى. فشوف الجنة مش هتحمله مشقة عشان يروح يوصلوا إليه، لا، وأزلفت الجنة يعني قربت الجنة، نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وبرزت الجحيم الغاوي، يعني أزهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن دين الحق،
ومر بنا في سورة الفرقان إذا رأتهم النار هتشوفهم ولا لأ؟ طيب النار هتعمل إيه لما تشوف أصحاب النار؟ لما تشوف أهلها تعمل إيه؟ سامعوا لها إيه؟ تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك إيه؟ ثبورا، يعني صوتوا وصرخوا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، سؤال توبيخ. شفت كده لما بتكون بتضرب الولد أو بتضرب حد وبتقول له شفت أنت عملت إيه أو الكلام ده، وعمال بتوبخ فيه وأنت بتأذيه وبتضربه عشان هو عمل حاجة غلط، ولله عز وجل مثل أعلى. فده يعني سؤال إيه؟ توبيخ. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني اللي أنتوا كنتوا بتعبدوهم من دون الله عز وجل هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرونهم لأنفسهم؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني فرمي بعضهم في الجحيم فوق بعض، هم ومن أضلوهم. وجنود إبليس أجمعون، أعوان إبليس من الشياطين لا يستثنى منهم واحد، ما فيش استثناء. قالوا وهم فيها يختصمون، هم يتكلموا من بعض في النار، ده يختصموا في قلب النار وهم بيتعذبوا وهيعتبوا على بعض، وكل واحد يرمي التهمة على الايه؟ على التاني. شفت لما تكون عصابة ممسوكة وكل واحد عمال يقول له انت السبب، وده يقول له لا ده انت السبب، ولله عز وجل مثل الاعلى. يبقى وكبكبوا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، يعني قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون من كانوا يعبدونهم من دونه تالله ان كنا لفي ضلال مبين، يعني بيقولوا على نفسهم كانوا في ضلال واضح عن الحق. اذ نسويكم برب العالمين، يعني اذ نعدلكم برب المخلوقات كلها فنعبدكم كما نعبده وما اضلنا الا المجرمون، يعني وما اضلنا عن طريق الحق الا المجرمون الذين دعونا الى عبادتهم من دون الله فما لنا من شافعين. خلاص بقى الشفاعة منفية في هذا اليوم الكافر، ما لهمش شفاعة. الشفاعة ديت خاصة للمؤمن فقط لا غير. المؤمن الشفاعة لا طبعا ايه كم شرط قلناه قبل كده. رقم واحد الاذن الله تبارك وتعالى للشافع ان يشفع، وبذكر النبي عليه الصلاه والسلام مش هيشفع الا اذا اذن له رب العزه سبحانه جل وعلا، لما يخر تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد يعني لم يفتح عليه مثلها من قبل، فيقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، اذن الله عز وجل الشافع. رقم اثنين رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، رضا ربنا تبارك وتعالى عن المشفوع. الكافر ده ربنا مش راضي عنه عشان كده مالوش شفاعة، لو اقرب الاقربين اليه كان مثلا من الزهاد ومن الصالحين مش هينفعوا عند ربنا. ولا صديق حميم، يعني وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ده بقى تحصر وندم، بيتمنى لو كان له رجعة عشان يرجع الدنيا تاني ويكون من المؤمنين بالله اللي ممكن كان بيسخر منهم ايه في الدنيا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ايه يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. خلاص ما فيش بقى، هو كان بيسخر منهم في الدنيا، يتمنى ان هو يكون كان على ايه على طريقتهم وهو في الدنيا. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين، يعني ان في ذلك المذكور من قصة ابراهيم عليه السلام ومصير المكذبين لا عبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين. وان ربك لهو العزيز الرحيم، يعني ان ربك ايها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن تاب منه سبحانه جل وعلا. ثم انتقل الحديث الى قصة او بداية قصة سيدنا نوح عليه السلام. كذبت قوم نوح المرسلين
حين كذبوا نوحا عليه السلام، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني ألا تتقون الله بترك عبادتي غيري خوفا من إني لكم رسول أمين، يعني أمين لا أزيد على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، يعني وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره، فاتقوا الله وأطيعون، تكرار تاني لتأكيد الأمر، يعني فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. كان ردهم ايه؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني بيقولوا له أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل، والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس، فلا يوجد فيهم السادة والإيه والأشراف، دايما أتباع الأنبياء كانوا إيه من الضعفاء ومن الفقراء، كما كان الحال مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما في يوم كده قالوا له اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا، عايزنا نقعد معاك ونسمعك. طب الجماعة اللي هم العبيد دولت زي بلال وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود وإلى آخره، ما يجلسوش مع عمار بن ياسر، اجعل لنا كده مجلس خاص. فنزل قوله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه. يستفاد من الآية رقم 1 أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء والعجب. 2 تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين، تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين، هم بيتهموا غيرهم ان انت كنت سبب في ضلال، ده برضو مش هينفعه عند ربنا سبحانه وتعالى، وانت سمعت كلامه ليه؟ كذلك التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل، اللي بيكذب برسول واحد يبقى كذب بجميع الايه بجميع الرسل وكفر بالجميع. كذلك حسن التخلص في قصة إبراهيم من الاستفراط في ذكر القيامة ثم الرجوع إلى خاتمة القصة. هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا لنا جميعا إلى حسن المصير إليه، وعتدا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.